السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجميل شباب المستقبل. لسه مكملين مع الشباب. الشباب هم أنا وأنت، أخويا وأخوك، صاحبي وصاحبتك، كل من هو شاب يبقى هو المستقبل، علشان الشباب هم المستقبل والحاضر وبكرة. النهاردة الحلقة حلقة جميلة جدا، لسه مكمل مع فرقتي الجميلة شباب المستقبل، وأحب أن أعرفك بيهم. المنشد علاء المصري، مرحبا، والفنانة هويدا ضياء، أهلا بحضرتك، الفنان كريم محمد، أهلا بك أستاذ، والفنان مصطفى لملوم، أهلا بك، والفنان محمد كيلان، اهلا بحضرتك، نورتونا وشرفتونا. ربنا يخليك. هنبدا مع علاء. اتفضل. بدات الانشاد من امتى علاء؟ والله كان من سنه سته ابتدائي، يعني هي جت معايا ان كان عندنا اذاعه في المعهد، فصحابي قالوا لازم تطلع وكده، كنت بغني بس كنت خايف، فطلعت بقى اول مره مسكت المايك، كان من كتر الخوف المايك وقع مني في الارض، فتعودت بقى حفله مع حفله، حفله عيد الام، عيد اليتيم، والحمد لله ربنا وفقني اني اطلع مع حضرتك. جميل جدا. انت بتنشد بس علاء، ولا انت مثلا ليك لون تاني؟ ولا هو انا لا، هو انا يعني على مبدئي اللي هو اناشيد ان شاء الله، اناشيد الدينيه بس، يعني بغني كده مع اصحابي كده، انما الاساس هو الانشيد الديني ان شاء الله. يعني انت لساك الانشاد. اه، ممكن نسمع منك ايه انشاد علاء؟ يعني مثلا قمر. تمام. قمر سيد النبي. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، الله صلى والملائكة الكرام، الملائكة الكرام على الحبيب صلى كحيل الطرب حبيبي لو طرأه، الله الله، كحيل الطرب حبيبي لو طرأه، كحيل الطرب حبيبي لو طرأه، ضحوق السن للعاشق رماه، آه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، بهي الطلعة فالمولى اصطفاه، وكل الكون من أنوار طه، قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدور، آه ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، حبيب الله يا خير البرى، يا قمر 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 سيدنا النبي، قمر
وجميل 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 سيدنا النبي يا جميل. الله الله، احسنت عليه. ربنا يكرمك فنان. جميل جدا والله. ربنا يخليك. هنرجع لك تاني عليه. اتفضل. الفنانه ضياء، الفنانه هويده ضياء، عامله ايه يا هويده؟ تمام الحمد لله. بدات تمثلي من امتى يا هويده؟ يعني في ابتدائي كنا عرض مع اصحابي وكده، حتى من حوالي شهر مع حضرتك. من حوالي شهر. عملت حاجه قبل كده ولا ده اول حاجه هتعمليها؟ لا اول حاجه. اول حاجه. طب انت عندك موهبه ايه تانيه يا هويده غير التمثيل؟ برسم. ترسمي؟ جميل جدا. انت في كليه ايه طيب؟ ولا انت عندك كام سنه؟ عندي 15 سنه، اولى ثانوي. اولى ثانوي. بترسمي في البيت بس ولا ما حاولتيش مثلا تعملي حاجه وتعرضيها؟ لا، كنت برسم رسومات في المدرسه مع الميس بتاعتي في اعدادي، وكنا بنروح بيها مسابقات وكده. تمام. خدت جايزه مثلا قبل كده؟ لا. ربنا يوفقك. نرجع لكريم. منور يا كريم. طبعا انت من العناصر الاساسيه في شباب المستقبل اهو. نحاول. عرفني بقى بنفسك يا كريم، وبدات تمثل من امتى؟ انا كريم محمد، عندي 21 سنه، بمثل تقريبا من وانا عندي 10 سنين، يعني من 11 سنه غالبا. يعني مثلت في الهوسابير، وقفت على مسرح السلام، وقفت على مسارح كتير قوي يعني. واهو يعني بقالي تقريبا 3 سنين او 4 سنين مخرج منفذ ورشه هنا بس. ودلوقتي الحمد لله عندي بصور فيلمين، واحد منهم ان شاء الله هيكون على اليوتيوب باذن الله. تمام. انت عملت حوالي كام مسرحيه يا كريم في ال 11 سنه بقى؟ يعني هم ممكن يكون 43 و 44 في الحدود ديت. ده عدد كبير جدا. طبعا. اشتغلت مع حد معروف يا كريم؟ حد معروف؟ لا. يعني مثلا مع نجم مثلا، عملت حد مع حاجه مع حد محترف؟ هو كان المسرحيه بتاعت حكايه حارتنا اللي هي بتاعتنا، كان مع الاستاذ عيد ابو الحمد والاستاذ حازم فؤاد. تمام. انضميت لفرقه شباب المستقبل من امتى يا كريم؟ من اول ما عملناها يعني من سنتين، يعني بقى لها سنتين، احنا بقى لي سنتين في الفرقه. تمام. بس. قدمت معانا عروض ايه مثلا؟ اول عرض كان لما رحت طلعت، اللي هو عرضنا 4 مرات، والمشاكل اللي حصلت فيه كان اول عرض لينا، واضطرينا ان احنا نعدي مشكله الناس اللي ما كانتش موجوده في 5 بروفات، فالموضوع كان صعب يعني علينا وعليك طبعا. احنا لقينا نفسنا 5 بروفات ونطلع عرض ازاي؟ بس عملناها الحمد لله يعني، وعرضت عرض 4 مرات ونجح، وحكايه حارتنا وفودكا، وان شاء الله بقى المسرحيه اللي جايه تاجر الوهم بتكلم عليها انت بقى. ان شاء الله. نرجع لمصطفى. منور يا مصطفى. بدون خلاص يا فندم. قول لي يا مصطفى، بدات تمثل من امتى؟ بدات يعتبر من سنه. من سنه؟ اه. عملت ايه مثلا؟ عملت وانا كنت بتدرب في ورشه وكده. تمام. ورشه تمثيل، وقابلت حضرتك عن طريق صاحبي حسين. تمام. ومثلت معاك في حكايه حارتنا، ولما روحي طلعت، وان شاء الله في تاجر الوهم. ان شاء الله. ان شاء الله. كنت بتاخد ورشه مع مين يا مصطفى؟ مع استاذ احمد سلامه. الفنان احمد سلامه. الفنان احمد سلامه، ومع حاليا مع الفنان عمرو سعد. تمام. في حاجه ان شاء الله هتعملها قريب يا مصطفى؟ اكيد في افلام. غير تاجر الوهم اللي معانا، هتعمل حاجه مثلا؟ في افلام داخل فيها ان شاء زي. الله. زي البركان. جميل. وزي فيلم الحنين. تمام. البركان ده طيب بطوله مين مثلا؟ اخراج مين؟ انتاج مين؟ هو بطولة معانا الفنانة عايدة رياض. تمام. والفنان فاروق فلوكس. فاروق فلوكس. جميل جدا. نرجع لكلاني. منور يا محمد. منورك يا استاذ هشام. حبيبي، قول لي بدأت تمثل من امتى يا محمد؟ يا والله يعني لسه أول تجربة ليا وكده. فأنا وإن شاء الله أحسن من نفسي وكده وأبقى بإذن الله. إن شاء الله. طموحاتك تبقى إيه مثلا يا محمد؟ طموحاتي إن أنا رسائل كتير قوي عندي عايز اوصلها للشباب، ان الشباب فاهم ما تيأسش وكده، وان شاء الله كله هيعدي باذن الله. تمام. انت كنت شغال يا محمد قبل ما تكون ممثل او قبل ما تخش مجال التمثيل؟ انا كنتش بشتغل بصراحه، ما بشتغلش فاهم. ده ليه مثلا؟ اهو يعني ازاي ما بتشتغلش؟ في حد ما بيشتغلش؟ فانا قاعد كده فاهم، انا يعني اشتغلت حاجات يعني ملهاش عايزه كده. مفيش حاجة ملهاش، الشغل عمره ما كان لا عيب ولا حرام. مش حرام طبعا. الشغل ده إصرار وعزيمة وحاجة ليك أنت بتعمل لنفسك كيان. أنا عايز أقول لك إن أنا فشلت في كل حاجة. كل حاجة فشلت فيها. فأنا حابب أخش مجال التمثيل كده، ممكن ربنا يكرمني كده وإن شاء الله أوصل بإذن الله. يا رب ربنا، بس لازم يبقى عندك إصرار طبعا وطموح
لازم تشتغل على نفسك وتتعب. انا بعمل انت بتقول انا فشلت في كل حاجه، يعني ده اخر حلم بالنسبه لك، يعني ما نجحتش فيه بقى خلاص كده. خلاص علينا عوض. ربنا يوفقك يا محمد. عايزين نسمع حاجه ثانيه بقى من علاء. طيب ماشي. انت علاء انشاد بس، انت قلت لي ايه؟ انا بغني مع صحابي. بتغني مع صحابك مثلا لونك ايه مثلا؟ إيه مثلا شعبي؟ هو انا بغني شعبي، بغني حزين، بغني كل حاجه. نسمع منك ايه مثلا؟ هو انا انشيد ديني، لو عايز تسمع حاجه غير انشاد مفيش مشكله. نسمع حاجه بقى من الاغاني. من الاغاني تمام. زي يعني مثلا حد تاني، احمد سعد. نسمع حد تاني بس امسك المايك من تحت عليه. ماشي. امسك المايك من تحت كده كده تمام. ماشي يلا ابدا. انا عايز اعرف كل ده بيحصلني ليه، كتر الوجع خلاني مش قادر اكمل، متقفلة ومتخبطة واخرتها ايه؟ انا لو جبل واقف مكاني ما كانش اتحمل، مكسور الظلم في قلبك اللي اصلك فيه، وحاولت اغير دنيتي وحالي شويه، بتعافى على نفسي عشان ما تعبش اكتر، ما انا تعبان عمال بقى وروحي جايه وداي ليل، انا حد تاني مش انا، انا شخص تايه معرفوش، ما بقيتش عارف مين انا، جوايا خوف ما فهمتهوش، حاسس حياتي اتلخبطت وبتنتهي قدام عينيا، شايف حمولي اتكومت وكل يوم بتهد فيا، وكأني حاجة مكتفاني بتشدني علشان ما امشي، وسحابة سودة مغمياني في سكتي ومش عاوزة تمشي. يا علاء ان شاء الله. علاء نفسك تبقى ايه مثلا في المستقبل او طموحك؟ هو انا بصراحه نفسي ابقى حاجه زي مثلا يعني مثلا نفسك تعمل البوم، نفسك تبقى على قنوات، نفسك تبقى مشهور. هو انا عاوز يعني مش عاوز اغني خالص. مش عايز تغني؟ لا انشاد ديني. انت عايز تبقى في الانشاد بس؟ بس معلش يعني انا الانشاد على راسي وكل حاجه، بس انا شايف ان العمر الاطول بيبقى للناس اللي بيغنوا كده. ما هو مش عارف يعني، بقول لك يموت ابن ادم وينقطع عمله الا من ثلاث. ولد صالح يدعو له. تمام. فانا عشان اغني فاللي هيسمع اغاني وانا متوفي مثلا اشيل ذنب. انا بصيت من الناحيه دي. انت مش عايز تشيل ذنب؟ انا مثلا اعلى سيدنا محمد، فلازم اكون في الانشاد الديني والذكر والمدح وكده. جميل جدا يا علاء. نرجع لهويده. كلمينا بقى عن دورك كده هويده في المسرحيه، او اتعلمت ايه من فرقه شباب المستقبل؟ حضرتك بدات معانا بوقفه المسرح وبدايه المسرح من الاول خالص. تمام. دوري في تاجر الوهم ولا فوتيكا؟ في فوتيكا. ماشي. دوري في فوتيكا بنت اسمها رحاب. تمام. اتكلم على الدور قوي يعني؟ اتكلمي عادي. تمام. هو بنت شبيهه بريكلام في كابريه لحد ما يعني. تمام. تبدا تقعد مع شخص يعني اللي هو هيضيع شخص لحد ما وبس. تمام. طب في دورك في تاجر الوهم؟ دوري في تاجر الوهم بنت اسمها نجلاء. نجلاء. تمام. البنت دي ان هو باباها شديد شويه، لكن مامتها لا العكس، باباها هو اللي يعني فرفور وكيوت وكده، لكن مامتها هي اللي شديده وكده، فبتتحكم فيها، فبتروح تجيب حاجه عشان تخلي مامتها كويسه يعني. طب وانت شايفه ان ده كويس مثلا؟ لا طبعا. يعني انت تنصحي البنات بكده؟ لا طبعا، يعني مامتك مهما كانت مامتك في الاول وفي الاخر. جميل. نرجع بقى لكريم. بحكم ان انت يا كريم بقالك 11 سنه بتمثل،
يعني انت خبره يعني لفيت كل المسارح، تنصح مثلا حد زي اكلاني مثلا جديد، حد زي هوايده زي مصطفى بايه؟ هو بعيد عن التمثيل وبعيد عن اي موهبه مخصصه، بس لو هو عايز يعمل حاجه يبدا فيها ويعملها. تمام. ما يقولش مثلا بكره هعمل لما الاقي مثلا هشام جاي معايا هروح انا وهشام نعملها سوا. تمام. مفيش الكلام دوت، طالما انت عندك موهبه وعايز توصل لحلم معين ابدا فيه بنفسك، خد الخطوه لوحدك، ما تستناش حد، لان غالبا الحد اللي انت هتستناه دوت هيوقعك. تمام. بس غير كده يعني كيلاني مثلا هو ممثل كويس فيشتغل معانا ويكمل معانا عادي، فاهم؟ تمام. انت مثلا كريم بتقول انت اشتغلت برضه في الاخراج وكده، لما مثلا بتشتغل في اخراج او لما بتيجي تشتغل في الورشه معانا مثلا، بتساعد الشباب ازاي مثلا؟ او ايه الخطوات اللي بتتخذها معاهم؟ لما بيجي لك مثلا شاب جديد بتتخذ معاه ايه خطوات، او بتبدا معاه من ايه، او بتساعده ازاي؟ اول حاجه كده لازم اعرفه ان احنا نوت في الشغل يعني او في الفرقه اخوات مع بعض، فاهم؟ عشان خاطر ما يبقاش مكسوف، ما يبقاش مكسوف واقف قدام كريم بيعمل مشهد معين او بيعمل حركه معينه. تمام. كل حاجه بنبدا نشتغل على الورشه من الالف للياء كده ببساطه وبحاجه بطريقه هو يفهمها يعني. تمام. حلو. وانت كمان بتشتغل على الموضوع بنفس الطريقه. جميل. وبعد كده بنبدا بقى اللي هو انت جيت الورشه واتعلمت، ابدا بقى خد الخطوه ان انت تقف على المسرح وتعمل مسرحيات كويسه، او تعرف ان انت تقف قدام جمهور. تمام. وقفت قدام كريم، تمام، وقفت قدام هشام، تمام، وبعدين الخطوه اللي بعدها ايه؟ اقف قدام ناس ما تعرفكش لحد ان شاء الله، لو التمثيل في دماغك وهتكمل فيه تقدر تقف قدام كاميرا. جميل. جميل يا كريم. نرجع لمصطفى. كلمنا مصطفى بقى عن مسرحيه تاجر الوهم كده وعن دورك فيها. تاجر الوهم انا طلعت دور صبح البقال. صبح البقال. طب انت فهمت ايه من المسرحيه ده يا مصطفى؟ فهمت ان هي يعني مش اي حاجه نمشي وراها، يعني زي الدجالين وكده، اي حد مثلا يقول لنا تعالى مثلا انا هخليك ترزق، طب تعالى روح الدجال هيعمل لك حاجه ربنا يرزقك فيها، لا. انت شايف يا مصطفى ان تاجر الوهم رساله ولا؟ لا اكيد رساله طبعا. بالنسبه لك رساله خدتها كرساله ازاي؟ رساله للناس ان هي ما تسمعش كلام اللي هم الدجالين وكده، يعني مثلا واحد دجال يجي يقول لك تعالى مثلا هصالحك على حبيبتك مثلا على صاحبك، لا. تمام. كلاني منور يا كلاني. منورك يا سيدي. عايز اعرف منك يا كلاني اتعلمت ايه من شباب المستقبل؟ اتعلمت حاجات كتير، انا اول ما كنتش اعرف اي حاجه عن يعني ايه تمثيل. تمام. فدخلت مع حضرتك وعلمتني يعني وقفات المسرح، يعني ايه تمثيل وكل حاجه. تمام. طب بتنصح الشباب بايه يا كلاني؟ في ايه؟ بتنصح الشباب اللي زيك يعني؟ بتنصح الشباب اللي زيك اللي عندهم حلم زيك مثلا، سواء في تمثيل في كوره في غنى. ما تيأسش. انا بقول لك فشلت في كل حاجه وما يأستش برضه وكملت، وان شاء الله يعني من جوايا حاسس ان انا هبقى حاجه واوصل باذن الله. انت مصمم على الفشل يا كلاني. مصمم على الفشل. عجبني ثقتك بنفسك والله. ان شاء الله يا كلاني تبقى فنان. بنحب بعض وخايفين على بعض، هنوصل باذن الله. ان شاء الله تبقى فنان كويس وان شاء الله تنجح. ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين بقى نسمع حاجه علاء بس حاجه حلوه. هو انا بصراحه عاوز اسمع القران، دي بلد مشايخ فيعني. يعني انت بتعرف تقلد؟ اه طبعا. طب بتقلد مين مثلا في المشايخ؟ بلد الشيخ ناصر القطامي. تمام. وبلد الشيخ ياسر الدوسري. تمام. وعبد الرحمن السديس. طب ممكن نسمع؟ طب ماشي مفيش مشكله. الشيخ عبد الرحمن السديس امام الحرم المكي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الشيخ عبد الرحمن السديس. أما الشيخ ناصر القطامي. تفضل. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ممكن نسمع ماهر المعقلي؟ ماهر المعقلي؟ شوف ماهر المعقلي. تمام ماشي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جميل جدا ما شاء الله عليك والله. ربنا يوفقك يا رب. جميل جدا يا علي. ربنا يكرمك. عايزين بقى نصيحة أخيرة منك يا كريم للشباب. الشباب عموما ولا شباب المستقبل؟ لا، كلمة بالعموم لكل الشباب. تمام. هو بالنسبة لكل شاب اللي هو يحاول يدور على هدف في الحياة، هدف يعيش علشانه. تمام. مش مجرد اللي هو انا بدرس وبروح كليه بس وبعدين ايه الهدف من اللي انت بتعمله؟ تمام. هل الهدف من ده ان انت مثلا والدك او والدتك قالوا لك اعمل كذا، ولا ده هدفك انت؟ كلمه الاب والام مسموعه وكل حاجه. تمام. بس لو انت عايش من غير هدف يبقى احسن انت تنام وما تصحاش بقى. تمام. لازم كل واحد يكون عنده حلم وبيعيشه وهو صاحي. تمام. لو انت ما سعيتش ورا الحلم ده يبقى انت كده خلاص، فاهم؟ بس غير كده يعني يدور على نجاح لنفسه، نجاح في المجال اللي هو شايفه وحبه، ما يخرجش بره المجال دوت، ما يخرجش بره الكادر بتاعه. جميل. كلمة منك يا شيكا. اكيد طبعا، عشان لو اول مرة فشلت مش خلاص تحبط ان انت فشلت اول مرة، لا، الفشل بدايته نجاح. جميل. بدايته نجاح، ولازم يعني طالما في اصرار وعزيمة لازم تكمل في حلمك. صح. لازم انت تكمل فيه لحد لما توصل، مش عشان مثلا وقعت اول مره خلاص انا هبط بقى ومش هكمل، لا، انت لازم تكمل، لازم السلمه ما بتاخدهاش مره واحده، بتاخدها واحده واحده عشان توصل لحلمك، لازم تلقى في مطبات برضو. جميل جدا يا شيك. كلمه بقى من هوايدة اخيره، نفسك تبقى ايه في المستقبل؟ بعيدا عن التمثيل وكل ده. تمام. عايزه ابقى مضيف الطيران. مضيف الطيران. تمام. هنختم معاكم ونرجع لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع شباب المستقبل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين مع شباب المستقبل. منورنا الفنان محمد توفيق. شكرا. والفنان كريم الجزار. شكرا. والفنان سعيد بيبو. ربنا يخليك. طبعا اسطوره الكوميديا الاستاذ رفاعي شاهين. حبيبي يا ريس. منورنا يا ريس. الله يبارك لك، ضلورك يا ريس. ومطرب سهاج المطرب محمد العديسي. اشرفت بيك مطرب. منورين. طبعا هنبدا مع الاسطوره بتاعتنا. الاستاذ رفاعي. نعم يا ريس. انا طبعا مش هتكلم عنك كتير. لا، كلام كتير مش هينفع. طبعا. احنا معروفين. طبعا الحمد لله. يعني عايز اعرف منك يا استاذ رفاعي، بدات التمثيل من امتى؟ والله انا بدات في المجال من حوالي 3 سنين، وفي دماغي مشوار لازم احققه باذن الله، يعني بالمستحيل بالحب باي حاجه هحققه. جميل جدا. ده اصرار. اصرار طبعا. انا خدت مشوار يكمل وما كنتش بدات. صح. اكيد يعني. طب عملت ايه مثلا في ال3 سنين دول يا استاذ رفاعي؟ والله انا ماضي كذا مسرحيه مع شركة، مع مؤسسات وشركات انتاج. جميل. وهنعرض قريب باذن الله يعني. جميل جدا. وفي شغل برضه اتعرض بس ما مش جهه التلفزيون. تمام. يعني في حاجات اتعملت واتعرضت
مسرح بس ما فيش تصوير. يعني شغل مسرح. دي ما تقدرش تحكي فيه لانه اللي مش شايف مش هيصدق. صح. لكن اللي على الواقع ما شايف. صح. بس هو احنا عمرنا ما نستهون بالمسرح اصلا يا زرفاء، لان المسرح اصلا هو الاساس. ايوه في ناس ما تعرفش هي مسرح. هو اللي ما طلعش خشبة مسرح اصلا مش ممثل. طبعا. ومش هيبقى ممثل. طبعا. لان المسرح ده اصعب حاجة في الفن. اكيد هو المشوار اللي ما تبني حلمك كله عليه المسرح، بتبدا حياتك من اولها لنهايتها عليه. جميل. احسن من الدراما وبشقعك على حاجات اكتر ومزايات اكتر، وكل ما تقابل شخصيات تستفاد اكتر. جميل جدا يا استاذ رفاعي. حبيبي يا ريس. المطرب محمد العديسي شرفنا، منورنا يا نجم سواك. نورك يا عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى محمد، بدات تغني من امتى؟ يعني من 5 سنين كده. الخمس سنين. جميل جدا. عملت حاجه ليك مثلا محمد معروف، اغنيه، البوم، حاجه؟ لا لسه ان شاء الله جاي ان شاء الله باذن الله. جميل جدا. انت لونك محمد شعبي بس زي ما قلت لي ولا؟ لا بغني شعبي ورومانسي جميل جدا. طب ممكن نسمع منك ايه مثلا؟ هقول لك حاجه بقى صوتها. اتفضل. بس عايز اصحح معلومه يعني. اتفضل. انا من جني. من هنا احسن ناس. الله يبارك لك. اتفضل. أنا مش معاهم، أنا معاكي، مطرح ما تروحي وراكي. أنا كنت تايه وصغير والحب خلانا اتغير. أنا كنت حبيبتي كأني شيطان، بقيت ملاك وانتي ملاكي. صدقين انا عايز اعمل اي حاجه عشان ارضيكي، عايز ابقى حد يستاهل بجد يبقى ليكي. كنت تايه واما شفتك ابتدت احلامي بيكي، واللي فات بقى ذكريات، انا ابتديت عمري بهواكي. أنا كنت قبلك مين؟ أنا كنت قبلك فين؟ غلطان بيديا اخترت التوها مع ناس تايهين، وغابت عني الحقيقة وعرفت طريقها منين. أول ما قلبي حس بهواكي، يعني ما شفتش غير وياكي. جميل جدا يا عديس، ربنا يوفقك. عايز اعرف عجزي مين اللي اكتشف موهبتك؟ والله يعني ناس كتير ساعدتني. زي مين مثلا؟ منهم مثلا اول حد طلعت معاه مسرح شعبي اسمه فنان مالك الهواري. فنان ايه؟ مالك الهواري. مالك الهواري. وفي ناس اللي ساعدتني برضو في نص الطريق، استاذ محمود الصعيدي ده مشهور عندنا. تمام. وعمل فيديوهات كليب. جميل جدا. طب مثلا انت اكتشفت موهبتك، انت قلت لي من 5 سنين، طب مثلا اتعرفت على الناس دي من امتى؟ يعني اتعرفت عليهم في اول ما بدات ولا من قريب؟ انا ابتديت مشواري من تحت، من ديجيهات. من ديجيهات. فشافني سمعني في الديجي وبغني مع اغنيه كده، عجبه الصوت فقال لي انا عايزك معايا تشتغل معايا. يعني انت مثلا كنت بتغني مثلا في افراح او حاجات زي كده، فهو شافك. سمعني. تمام. خلاص انا عايزك معايا في الشغل. كنت لسه ما عنديش اغاني، ما احفظش كتير، وقف جنبي وساعدني والحمد لله. جميل أنا جدا. بشكرهم من هنا يعني. جميل جدا. نرجع للفنان محمد توفيق. منورنا يا نجم. نورك. كنا عايزين نعرف بقى من حضرتك بدات من امتى؟ يعني هو انا من ممكن نقول من تقريبا 3 سنين كده. وطبعا البدايه كانت فيها صعوبه شويه، لان لما الواحد بيخش مجال جديد بيبقى فيه تخبط كتير، بتبقى مش فاهم، مش شايف، مش عارف. تمام. في حاجات كتير تايهة عنك، في فطبعا تخبط كتير ولف كتير وعلى مكاتب، وطبعا بيتعرض على الواحد كتير اعمال من اللي هي الانتاج الذاتي والكلام دوت.
وبنتعب معاهم وما بنوصلش لحاجه. صح. اعمال بتتعمل وبتتركن وبيلعبوا باحلام الشباب، والحمد لله الواحد فاق منها بدري بدري وخدت جنب منها واتجهت للمسرح، لان هو المسرح في الاول والاخر هو ابو الفنون. جميل. هو الطريق الصح لاي حد، لاي حد عايز يبقى ممثل بجد او فنان فعلا عنده موهبه حقيقيه يشتغل مسرح. اتفق معاك في الراي ده. اه هي كبدايه جميله، فاتجهت للمسرح مع مخرج جميل جدا، وان شاء الله في طبعا مسرحيه مع الاستاذ رفاعي باذن الله هتتعرض قريب. الفنان رفاعي من الفنانين الجمال جدا الكوميديين طبعا، وانا بعمل دويت معاه جميل في المسرحيه، ان شاء الله تعجب الجماهير يعني. وفي اعمال تانية مسرحيه برضو شغالين فيها ان شاء الله. جميل جدا يا ريس. الفنان كريم استاذ جلال منورنا يا جزار. منور يا باشا الله يخليك. قول لي بدات تمثل من امتى يا كريم، ومين اللي اكتشف موهبتك؟ والله انا بدات امثل من حوالي سنه في مسرح الجامعه. تمام. كنت يعني في مره حبيت ان انا اقلد السادات، تمام، فقعد معايا واحد صاحبي يعني في الجامعه قال لي جميل وعندك موهبه حلوه، وقدم ايه؟ قدم في المسرح بتاع الجامعه. يمكن ايه؟ طب قول لي الجمله اللي انت قلتها له فهو سمعك. يعني كنت قاعد بسم الله وبسم الامه، حدث بسيط في الزاويه الحمراء في بلكونه موار. فحبيت ان انا ايه؟ اكمل المشروع وان انا عايز اكمل للاخر. فطبعا قال لي اقدم في مسرح الجامعه وان شاء الله يبقى ليك يعني ليك بتاع دي مبدا رائع وحلو يعني هتطلع قريب. تمام. عملت حاجه في مسرح الجامعه طيب يا كريم؟ كنت عامل مسرحيه نكتب على المسرح، مسرحيه اسمها الحيران. تمام. كان مخرج اسمه بلبل تبع الجامعه. تمام. تبع كليه حقوق. فكنت طالع فيها بالدور الاخرس، تمام، وعملت يعني مشهد حلو فيه والحمد لله يعني بدات دلوقتي اطلع لفئه شباب المستقبل. جميل. في مسرحيه كمان جايه فوديكا ماشي، ويعني ان شاء الله في شغل تاني كتير جاي. والمسرح فعلا زي ما قالوا استاذ محمود واستاذ رفاعي ان هو اساس كل شيء. جميل جدا يا كريم، ربنا يوفقك ان شاء الله تبقى حاجه كريم ان شاء الله باذن الله. وتقليدك حلو قوي للسادات. الله يخليك يا استاذ هشام. سعيد بيبو منور يا سعيد. منورك يا استاذ. قول لنا بدات تمثل من امتى يا سعيد؟ الموضوع ابتدى معايا من سنتين، حبيت المسرح فحاولت ان انا ادور واشتغل مع اي مخرج او اي حد، احاول ان انا اوصل مثلا للي انا عاوز اوصل له. فروحت قبل كده مع مخرج فحصلت عنده ظروف ما قدرتش اكمل قبل العرض على طول، لحد ما قابلت حضرتك. الكلام ده لسه باقي له اسبوعين، وان شاء الله نعمل حاجه معاك كويسه باذن الله. ان شاء الله. يعني انت اشتغلت مع مخرج وفضلت مثلا تتدرب. تمام. والظرف ده حصل قبل ما تعرض. اه قبل ما اعرض على طول حصل معايا، ما قدرتش ان انا اكمل. اه فعشان كده قعدت لحد ما لقيت حضرتك. جميل. بس انت عندك الموهبه. اه طبعا. خلاص، يبقى انت ادام عندك الموهبه يبقى تنمي من نفسك وتشتغل على نفسك. اه طبعا ان شاء الله. يعني مش عشان حاجه راحت منك خلاص الدنيا وقفت، لا الدنيا ما بتقفش، احنا نحاول تاني وتالت ورابع. الكلام ده ان شاء الله مع حضرتك، انت اللي هتخلينا كده. لا انا مش هخليك، اخليك دي انت من جواك، انت من جواك عايز تبقى حاجه هتعملها ان شاء الله. عشان اللي عايز حاجه بايه؟ بيوصل بيعملها. انت لازم تتعب وتجتهد عشان تعمل حاجه لنفسك. انا ما بعملش حاجه لحد، احنا كلنا ايه؟ مساعدتك انت ان شاء الله. لا المساعده مني ايه؟ انا بساعدك، انا السبب، لكن المساعده بتيجي منك انت، انت اللي بتساعد نفسك. الفضل الاول والاخير ليك يا استاذ هشام. حبيبي يا سعيد، ربنا يخليك. نرجع للاسطوره. منورنا يا نجم حبيب قلبي. والنبي يا نجم عايزين بقى نصيحه للشباب دي. والله ربنا يوفق الجميع، بس الاول انا ببعت رساله كده بعد اذنك. اتفضل. للمخرجين حبايب اللي ساعدوني يعني، ومدير اعمال الشاعر محمد حجازي، والفضل الاول يرجع للحق الوالد والوالده طبعا والاخوات. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم باذن الله يعني. والشباب احنا في كل لحظه باذن الله لازم نرفع من مستوى بعض، ما فيش حد يبص انه اكبر من الثاني ولا اقل من الثاني، كل واحد ثقته بنفسه هي اللي هتوصل. تمام. لكن انا هبني ثقتي عليك عمري ما هشتغل. تمام. حضرتك عندك كم سنه يا زرفاء؟ 30 سنه. 30. اه ربنا يديك طول عمرك. اللهم امين يا رب العالمين. تمام. طب تنصح بقى سعيد بالذات بايه؟ لا سعيد سيبه لنا منه الشغل ان شاء الله في الجديد. هتتظبط في البروفات يا سعيد. هظبطه لك شويه. نرجع للعديسي. حبيبي يا استاذ. منورنا يا جميل. نورك يا جميل. قول لي بقى يا عديسي ان شاء الله يعني بتحضر لايه او هتعمل ايه قريب او مثلا بعد كده؟ ان شاء الله. بتفكر مثلا تعمل البوم حاجه؟
ان شاء الله في كليب ان شاء الله قريب. مع مين؟ لا لسه بس يعني لسه ان شاء الله هبتدي فيه يعني لسه يعني في البداية. تمام، قصدي يعني في شركة انتاج مثلا راعي لسه ما اخترتش حاجة لسه. جميل، طب نسمع يعني منك ايه تاني؟ ممكن اقول لك حاجة كده يعني زي مدح نشيد. اناشيد؟ طب سمعني. انا عندي كل الالوان على فكرة، يعني طرب عندي، شعبي، رومانسي اللي انت عايزه. تمام نسمع. كل قلوب إلى الحبيب تهيم، كل القلوب إلى الحبيب تهيم، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد، أما الدليل إذا ذكرت محمد، ترى دموع العاشقين تسيل. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. جميل جدا والله، جميل جدا ما شاء الله عليك. سلام. نرجع للاستاذ سعيد، طموحاتك تبقى ايه يا سعيد في المستقبل؟ طموحاتي ان انا اقدم محتوى للناس، وعي للشباب، افكار جديده ان شاء الله باذن الله. افكار يعني انت عندك افكار في دماغك؟ اه تمام تمام. ما هو اللي بيحضر لحاجه المستقبل بيبقى ايه؟ بيجهز لها في دماغه ومرتب. عندك مثلا افكار زي ايه سعيد؟ افكار ان انا وعي الشباب انها تبعد عن الغلط، تمام، تبعد عن الاجرام، نصايح للشباب كتير. ده هتقدمها عن طريق المسرح برضو؟ عن طريق المسرح، السينما. جميل جدا يا سعيد، وفكر مميز. نرجع للكريم، طموحاتك ان شاء الله برضو تبقى يا كريم؟ ان شاء الله طموحاتي يعني ان انا ابقى حاجه كبيره، تمام، يعني ابقى ممثل كبير ولا اسم برضو ماشي. هو تعرف يعني عايز برضو ان انا اعمل حاجه جديده. تعمل حاجه جديده ازاي مثلا؟ ماشي، يعني مثلا زي ما سعيد بيقول الوعي بس عن طريق المسرح، تمام، لان محدش دلوقتي بيتقلد مثلا الافلام اللي بتطلع ببلطجه والشغل ده كله، محدش بيبص للنهايه، كله بيبص للبدايه بتاعته. بس على المسرح برضو بتبدا بطريقه ماشي، وبتبدا بطريقه كوميديه، فالكل بياخدها ايه بنظام ضحك، تمام، وكله برضه بيتقبل ان هو يسمع اكتر، تمام. بس هو ده ان شاء الله المستقبل. جميل جدا. استاذ محمد، تنصح الشباب بيه يا استاذ محمد؟ والله انصح الشباب اللي هي متجهه لمجال التمثيل، رجاء سواء اللي قابله انتاج ذاتي او لسه ما قابلوش، رجاء البعد عنه تماما، لانه ما بيجديش باي فايده نهائي. تمام، يعني حضرتك شايف ان الانتاج الذاتي ما بيقضيش بحال او ما بيفيدش نهائيا، واغلبيه الناس يعني من اسف جدا للمجال، طبعا في ناس كتير كويسه جدا، تمام، وناس محترمه وناس راقيه، تمام، ولكن للاسف في بعض الناس موجوده في المجال ما تمتش للمجال باي صله خالص، مجال الفن بمعنى الكلمه، معنى كلمه الفن، اللي هو بيتخذوا الموضوع كسبوبه، كان اسف في اللفظ، كنصبه، هنلم ونعمل ومهرجانات وهتكسبوا كل واحد مش عارف ايه، لعب بدماغ الشباب بطريقه غير عاديه. وللاسف شبابنا كله بيقعد بقى يتفرج على التلفزيون ويشوف مش عارف مين، واحمد السقا وفلان وعلان بدون ذكر اسماء، طبعا النجوم الكبار، كل واحد بيحلم من الصبح يبقى نجم زي دول، فازاي ان هو عايز يوصل يبقى حاجه زي كده، فمش مهم عنده، بيضحي، يقول مش مشكله ادفع 500 ادفع 1000 ادفع 2، تمام، بس وما بتوصلش لحاجه، ده مجرد بيعمل لك غسيل مخ، صح، عشان يوصل في الاخر انه يسحب منك المبلغ ده، صح، وعادي وبيجيب كاميرا وبيصور، واحنا عملنا فيلم، مبروك يا نجم، مبروك يا فنانه، تمام، ما بتوصلش اي حاجه. فرجاء من اي شاب عايز يمثل او عايز يبقى حاجه او عايز يوصل لحاجه، ياخد الموضوع واحده واحده،
ويتجه للمسرح لان هو بدايه التمثيل. جميل جدا. طبعا اتشرفتوني ونورتوني طبعا النهارده، وهنسمع حاجه بسيطه كده كوبليه صغير من محمد نختم بيه. صغير حاضر. بس انا عايز اشكر في يعني الناس اللي وقفت معايا في المشوار. زي الفنان مكي هواري. تمام. والفنان محمود الصعيدي واخويا وحبيبي عبدو القاضي. طبعا بنشكرهم من هنا ونسمع منك كوبليه صغير كده نختم بيه. ماشي اقول لك ايه؟ طب تحب تسمع ايه؟ اي حاجه كوبليه صغير. بحلم بيك انا بحلم بيك وباشوائي مستنيك، لو ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، لو ما سالتش فيا يبقى كفايه عليا، عشت ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك. ياسي طبعا نورتنا النهارده، ونورتنا طبعا يا اسطوره الاستاذ رفاعي، دايما منورنا كده يا ريس ونستمتع باعمالك حبيب قلبي. نورتنا يا شباب ان شاء الله. وطبعا وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، وانتظرونا ان شاء الله مع فرقه شباب المستقبل في حلقات جديده قريبا باذن الله.